منذ أشهر ما هذه الطاولات فارغة، المطاعم ضمنت وجبات محمولة فقط. الآن قرار تخفيف إجراءات الحجر أعاد الحركة فيها لتستقبل الزبائن مجددا. ياكلوا رانا نديروا الإجراءات تاعنا، الوقاية، المسافة. لابافات حنا نوبليجيوها يدخل بها باسكو كي يلحق طابله حينحيها، هذه حاجة الأولى يدخل بها. مي كيما نقولوا المسافة بين طابله وطابله، واحد ما يريحش مقابل واحد يكروازيه، تسمى طابله تاع 4 بيرسون يريحوا كروازمو باش تكون لا ديستونس، هذيك المسافة بيناتهم. عندك الجال، عندك شوية الكول كيما تنتحلوا بها الطابله. استئناف النشاط العادي صاحبته إجراءات وقائية ضد تفشي كورونا بتقليص عدد الطاولات، التباعد وتوفير وسائل التعقيم، مع السهر على الالتزام بالأقنعة والقفازات وضمان التنظيف المستمر. نطولوا لالكون ديالو يمسح 100، ومن بعد كان لونسيرو تما واش كاين كاع كيفا، ومن بعد كان قبل ما ندي زعما نقولوا كش عفسه ولا نديها له للطابله، توجو ندوز لالكون نمسح هي الاولى، ومن بعد كنعاود نولي عندهم، كل ما نجيب له عفسه نمسح لالكون نعاود نولي نجوز عندهم. الزبون بدوره مطالب باحترام الإجراءات الوقائية لحماية نفسه ومحيطه من تفشي الجائحة، ما قد يضمن استمرارية النشاط في مثل هذه الأماكن. اليوم داروا حاجة مليحة كي عاودوا حلوا لنا المطاعم، واحد ولا يجي هنا يقدر يريح يقدر ياكل، وبيسر مع الإجراءات الوقائية والتباعد هذا يعطيهم الصحة. مع الأول كنا نجيو ندو ساندويتش ما كانش وين تريح تاكل، كنا نعانيو، دوكا هكذا حاجة مليحة. تخفيف إجراءات الحجر وعودة الحياة إلى المطاعم والمقاهي يسمح للمواطن بكسر الروتين، لكن التقيد بإجراءات الوقاية يبقى السبيل الوحيد لتجاوز أزمة كورونا.